معاكم مرة تانية فقرتنا الحوارية. زي ما قلت لكم النهاردة هنتكلم مع بطلة من أبطالنا، بطلة مصرية ولكن هي حاليا طبعا بتدرس في أمريكا، مش موجودة في مصر، موجودة في مصر بتلعب مع النادي الأهلي وباسم النادي الأهلي، ولكن في أمريكا بتلعب مع جامعة إلينوي بشيكاغو، وهي أول لاعبة مصرية تحصد دوري الجامعات للكرة الطايرة مع جامعتها. تفاصيل كتير جدا النهاردة أعرفها من ضيفتي اللي منوراني سهيلة وفيق. ازيك يا سهيلة؟ ازي حضرتك؟ عاملة ايه؟ كله تمام؟ كله حلو الحمد لله. احكي لي بقى، هنحكي منين بقى؟ من البطولات ولا من البدايات؟ خلينا من البدايات. بدايتك مع كرة الطايرة جت ازاي؟ بدايتي وانا صغيرة يعني؟ من الأول بقى خالص. وانا صغيرة كنت يعني في الناشئين بتاعت نادي الأهلي، وبعدين كملت لحد ما طلعت درجة أولى. اول لعبه لعبتيها خالص كانت طايره؟ ما لعبتيش حاجه قبليها؟ لا، لعبت سباحه شويه. وبعدين كنت بلعب سباحه وفولي الاثنين في نفس الوقت، وبعدين حبيت الفولي اكتر فكملت فيها وبس كده. النادي الاهلي يعني ما روحتيش نادي غير النادي الاهلي من اول ما بداتي وانت في النادي الاهلي؟ لا، انا بدات الاول في نادي النصر، وبعدين رحت النادي الاهلي. بس الاهلي خدك من النصر؟ اهلي خدني من النصر وانا صغيره قوي، انا تحت 12 سنه. طيب احكي لي كمان يعني فترة الانتقال، يعني ان انت اوقات ساعات لما بنقول الدراسة او هنسافر فاحنا بنتخيل ان الحلم بينهار، دي حقيقة ما بتبقيش عارفة يعني المرحلة دي جت ازاي وفكرتي في ايه؟ هل كنت مخططة لها ولا هي جت معاكي صدفة ولا؟ انا ما كنتش مخططة لها وما جاتش صدفة في نفس الوقت. طيب يعني احكي لي اللي حصل. انا كنت في بطولة، كنت متجمعة مع منتخب مصر درجة اولى، كانت تصفيات أولمبياد طوكيو 2020، كنا متصاعدين رايحين افريقيا، وكان اللي ماسكنا مدرب اجنبي، وهو كان يعني اول لما جمعني قال لي انت كويسه قوي، يعني ليه ما تطلعيش بره؟ فابتدت بقى الفكره من هنا، اللي هو انا اقدر اطلع بره، فابتديت اتكلم معاه هو انا فعلا اقدر اطلع بره وكده. فقال لي انت كويسه قوي وعندك امكانيات كويسه ان انت تقدري تطلعي بره. ساعتها ابتديت، كان عندنا برده بطوله عالم قبلها، فاتشفت يعني من بره. فلما بعت لهم وكده كذا جامعه جات لي ان انا اروح هناك فول سكولرشيب، فاخترت الجامعه دي بقى ورحت. يعني فيها جزء من الصدفه. شوية. يعني الصدفه كلامك مع المدرب، والصدفه ان المدرب الاجنبي هو اللي يكون ماسك المنتخب وقتها. دي صدفه. ولكن بعد منها بقى انت خططتي هتعملي ايه؟ بالظبط كده، واخترتي. طيب احكي لي بقى يعني اول ما سافرتي هل قابلتك معوقات؟ هل انت اصلا سافرتي قاعده هناك لوحدك؟ انا قاعده هناك لوحدي، وهي كان اصلا انا مسافره في فتره الكوفيد، دي كانت اكتر حاجه اصلا رخمه، علشان كانت السفاره قافله في مصر. فاخدت سمستر كامل، انا عملت ترانسفير من الAUC هنا للجامعه هناك اونلاين، فاخدت سمستر كامل من امريكا هنا في مصر عشان السفاره كانت قافله كل حاجه. خدتي اونلاين؟ خدت اونلاين، كان فرق 8 ساعات. فكانت اللكتشرز بتاعتي بتبقى الساعه 1 بالليل، وامتحان الساعه 2 و3 الفجر وكده، وهم طبعا بالنسبه لهم هناك الوقت عادي، انا اللي ماشيه عليهم. ايوه، انت اللي الدنيا عندك متشقلبه خالص. فدي كانت اول يعني اوبستكل اللي انا قابلتها. بعدين لما رحت بقى هناك كانت الدنيا مظبوطه وكل حاجه، بس كانت بقى كل حاجه صعبه لان كل حاجه خلاص بقت لوحدي يعني. هنا برضو معايا والدتي، معايا عيلتي، كل حاجه. هناك كل حاجه بقى لوحدك، كل حاجه لوحدك بتعتمدي على نفسك من A to Z. فهي دي كانت اكبر حاجه يعني، بس غير كده انا اتعودت يعني. طب انت ما فكرتيش في وقت اللي هو يعني مثلا هو ايه اللي انا عملته ده؟ هو انا اللي عملته ده صح ولا لا؟ يعني جه عليكي وقت زي ده؟ ده كان اول لما رحت، كان اول شهر هناك. قلت مش اول شهر، اول اسبوع يعني قبل ما انزل اول ماتش هناك. قلت هو انا يعني ايه اللي انا عملته ده؟ القرار اللي انا خدته ده صح ولا لا؟ ده كان قرار صح ولا غلط؟ او بمعنى اصح قبل ما اسافر على طول كمان، اللي هو خلاص بقى انا مضيت وكل حاجه ومسافره. قلق. دي كانت بقى، ده الموضوع دخل في الجد يعني. كل ده ماشي انا مسافره، تجربه جديده عليكي مش بالظبط. وبعدين انا كنت يعني متعلقه قوي بوالدتي، فكان اللي انا كان ساعتها السفاره ادتني انا الفيزا وما ادتهاش هي علشان يعني الكوفيد، فاجلوها هي. فانا كنت خلاص اللي هو القرار بتاع ان انا هسافر لوحدي خلاص، مفيش حاجه تانية. فدي كانت اصعب حاجه يعني بالنسبه لي، بس بعد اول ماتش هناك قلت ده احسن قرار انا اخدته في حياتي فعلا. ايه بقى اللي اتغير من قبل اول ماتش لبعد اول ماتش؟ اللي اتغير ان انا كنت حاسه ان انا رحت بلد غريبه مش بلدي وبلعب فيها، بس اللي هو انا لسه ما نزلتش اول ماتش، لسه ما خدتش الروح، لسه ما شفتش الفرق في الماتشات في الليجز. بس اول لما نزلت اول ماتش لا حسيت بفرق كبير، ان فرق مستوى وفرق خبرات وفرق لعيبه في الملعب وكل حاجه، يعني كل حاجه مستفاده من كل حاجه. فكانت يعني دي اكتر حاجه بالنسبه لي كانت كويسه. خدتي الثقه؟ بالظبط. هو بصراحه الكابتن هناك يعني كويس جدا جدا معايا. انا اول لما رحت انا كنت متاخره عليهم 8 ماتشات. الماتش قبل ما تروحي ما كنتيش عارفه خالص؟ ما كنتش، لا ما تواصلتيش معاه؟ تواصلت معاه اونلاين بس ما كانش فيه يعني ان بيرسون، ما فيش اي حاجه ان بيرسون عشان كان الكوفيد ساعتها. اوكي. فلما رحت هناك هو دخلني في الفريق بسرعه جدا. تقريبا اول ماتش انا نزلته يعني اول ماتش انا حضرته بعد تقريبا 5 ايام وانا بتمرن مع الفرقه، وباقي الفرقه كانوا متمرنين بقى لهم شهور مع بعض هناك. نزلني واداني الثقه، اداني يمكن جيم، ودي حاجه كبيره يعني في الفولي عندنا. تاني ماتش انا كنت بلعب اساسي، فدي كانت حاجه بالنسبه لي كويسه قوي. طيب انت اللي هو اول اسبوع ده كويس ان هو اسبوع بس كويس ان هو اسبوع ولعبتي اول ماتش بعد كده، لان لو كان طول كان هيبقى موضوع الامور ممكن تبقى مش لطيفه. فاول اسبوع ده وانت دماغك عماله تودي وتجيب، طب هعمل ايه، طب هسوي ايه، اتكلمتي مع حد؟ ماما هي الوحيده اللي قالت لك ايه؟ قالت لي هي خطوه صعبه، هتبقى فيها تشالنجز، بس يعني عادي، ايه المشكله، ما انت طول حياتك متعوده على التشالنجز، في كلها تحديات، بس بالعكس المره دي هتبقى حاجه كويسه قوي ليكي بقى، ان انت تعبك هيبان وكل اللي انت عملتيه الفتره اللي فاتت هيبان، والكابتن مقدرك والفرقه مقدراكي، فهتبقى موضوع لذيذ بالنسبه لك، ما تقلقيش يعني عادي، الخطوه دي هتبقى كويسه ليكي قدام. بتعرفي تعملي اكل؟ اتعلمت. كنت الاول فاشله. انا بسالك لان هناك مش هتقضي الاكل كله من بره، يعني لازم تاكلي اكل هيلثي يعني. هو الجامعه بتاعتي انا ليا اكسس ليها ان انا اكل يعني منها. بس انا ما حبيتش قوي اكل امريكا، فاضطريت ان انا اعمل اكل نفسي. بتعملي اكل ايه اكتر حاجه بتحبي تعمليها او بتعرفي بلاش بتحبي؟ سوتيه معروفه. سوتيه. ده انت بتعملي ايه؟ بتحط على البخار خلاص خلص كده. ده اللي انا بتكلم فيه، ما بعرفش اعمل قوي. طيب انا عايزه اسالك، يعني اول ما رحتي بقى ونزلتي اول ماتش كان الانطباع ايه بقى؟ انطباع الاخرين، يعني المدرب بعد اول ماتش قعد معاكي قال لك ايه؟ زمايلك؟ هم كانوا متفاهمين جدا فكره ان انا كنت بعيدة عنهم ال5 أو 6 شهور اللي هم كانوا بيعملوا فيها بري سيزون، وكانوا بيحاولوا بكل حاجة ان هم يدخلوني ويهزروا معايا، وان انت لا انت موجودة، وان انا عشان كنت كمان بحضر الميتينجز بتاعتهم بتاعت الماتشات وكده، كنت بحضرها اونلاين. كان الكابتن بيحاول على قد ما يقدر ان هو ان انت تبقي معانا وانت فاهمة الدنيا مش عارفة ايه، فكان بيعمل زوم ميتينج وهم قاعدين وانا معاهم اونلاين، يعني مع ان انا بتفرج على اللي بتفرج وبشوف هم بيعملوا ايه بيقولوا ايه. بس فاول لما روحت الكابتن بعد اول ماتش قال لي انت كويسه جدا، ما تقلقيش، يعني رهبه اول ماتش دي حاجه عاديه، انا كنت برضو رهبه الموضوع شويه هناك. رهبه اول ماتش دي عاديه جدا، انت اديتي كويس جدا. طب ونتيجه اول ماتش كانت ايه؟ خسرناه. خسرته، ده الماتش الوحيد اللي احنا خسرناه. وتاني ماتش على طول كسبناه كده، ما هو بقى نزلني اساسي، نزلني من اول الماتش. الماتش الاولاني انت ما لعبتيش اساسي؟ لا لا لا، ده كان اول ماتش انزله. لعبت اخر جيم واديت فيه كويس، بس احنا كنا خلاص يعني كده كده الجيم رايح اصلا. كده كان رايح. التاني يوم احنا كنا هناك بنلعب ماتشين ورا بعض على طول، سبت وحد، علشان يشيلوا فكره ان انت يعني تنقلات كتير عشان الكوفيد. فكنا بنروح نعمل تيست اللي هو الPCR، وبعدين نقعد في نفس المكان، في نفس المكان زي معسكر كده يعني، سبت وحد هو ده مقفول، ونلعب الماتشين ونرجع تاني بعدها، فما بيبقاش رايح جاي، بيبقى الماتشين في حته معينه وثابتين. بس فالماتش الاولاني خسرناه، تاني يوم كسبناه. بس كده. طيب انا عايزه اسالك، يعني مستوى او قوه الدوري هناك بالنسبه لدوري الجامعات، دايما بنسمع عن الدوري هناك قوي قوي، يعني دوري الجامعات قوي قوي. احكي لي عن المنافسه هناك، الجامعات ايه المميزه قوي هناك في الدوري عندكم؟ خليني اقول لك ان مفيش ماتش هناك سهل، يعني حقيقه احنا ما كسبناش ماتش 3-0 او كنا رايحين ماتش عارفين ان احنا كده كده كسبانين. دي مش موجوده خالص هناك. انت على طول رايحه الماتش عارفه ان انت كده كده ممكن تخسري عادي جدا. هو الليج بتاعي 40 فرقه كلهم كويسين. زي ما قلت لك مفيش ماتش كسبناه 3-0، تقريبا كل ماتشات يا 3-1 يا 3-2. كان في ماتشات كتيره قوي ورا بعضها 3-2 3-2، ربع نهائي نص نهائي النهائي بتاعنا كلهم كانوا 3-2. لعبت 15 جيم في 3 ايام. فكان الموضوع مهلك جدا بس كان ممتع جدا. ليج قوي قوي، يعني كلمه قوي قليله قوي قوي. يعني احنا هو هناك متقسمه ديفيجنز، اللي انا بلعب فيها ديفيجن 1، فدي اقوى حاجه في امريكا. كانت صعبه قوي. وبعدين احنا لما كسبنا الليج بتاعنا دخلنا بطوله NCAA تشامبيونشيب، دي زي كل اول ليج بيخش البطوله دي، فكانت بطوله صعبه جدا. فدي دي دي يعني اقدر اقول ان دي اكتر حاجه انا اتبسطت بيها، ان احنا دخلنا البطوله دي. طيب هتكلم معاكي اكيد في تفاصيل اكتر واقوى ماتش ممكن يكون قبلك في المنافسه، ولكن خلينا نروح لفاصل. بعد الفاصل لسه مكملين كلامنا، ابقوا معانا. برحب بحضراتكم مره ثانيه، لسه مكملين فقرتنا الحواريه مع سهيلة وفيق لاعبه النادي الاهلي وجامعه إلينوي للكره الطايره. سهيلة، عايزه اتكلم معاكي، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الماتشات وعن قوه الماتشات. كلميني عن النهائي مثلا، يعني قلتي لي لعبنا 3 ماتشات كسبنا 3-2 3-2 3-2. ايه طب ايه اخر 3 ماتشات انتوا لعبتوهم؟ احنا لعبنا ربع نهائي نص نهائي نهائي، ده كان اول فرقه كانت مع جرين باي، وتاني فرقه كانت مع ملواكي، وتالت فرقه كانت نورثرن كنتاكي. دول كانوا اقوى ناس احنا لعبناهم. انا فاكره ان النهائي بتاعنا احنا كسبنا 19-17، فيعني الجيم الخامس اصلا بيبقى من 15، احنا فضلنا نطلع بوينت 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 لحد ما كسبنا 19-17. فدي كان اقوى حاجه. طيب انتوا يعني لما بداتي تحسي انك بتوصلي للفاينل، كنت حاسه ان يعني الحلم قريب. خلي بالك انت اول مره تشاركي في الدوري ده، دي حقيقة. فكره ان انت تاخدي الدوري، فعارفه بيقول لك ايه اللي دخل من بوابه الكبار زي ما بيقولوا، ده اكيد بتفرق جدا بعد كده. مبدئيا الجامعه بتاعتي ما خدتش الدوري خالص. ايه ده؟ اول مره ياخدوا الدوري؟ اول مره ندخل. وشك حلو عليهم بقى، ربنا يخليكي. فدي كانت اصلا لوحدها حدث. من 2008 ما كناش دخلنا نص نهائي. فلما احنا ندخل نص نهائي وناخد الدوري، ده كان انجاز. يعني هم كانوا شايفين ان ايه ده الحلم بيحصل، او ان الكابتن بتاعي شايف ان احنا فعلا بنعمل حاجه، او ان احنا ماشيين يعني صح. فكان احساس جميل قوي قوي ان احنا ناخد الدوري. يعني انا فاكره ان انا عيطت بعد الماتش ده. ما لازم. بس اكيد فرح بقى، اعصاب. نسيتي بقى يعني الغربه بقى، ونسيتي كل حاجه. وبعدين كل الاهالي كانت هناك بتتفرج. فبعد بقى ما خلصت كنت بكلم ماما على الفيس تايم، اللي هو ماما احنا كسبنا، ماما احنا كذا. وبعدين كان الماتش الساعه 3 الفجر، فماما اصلا كانت سهرانه طول الليل بتتفرج من هنا. ماما بتقولي انا كنت بشجع الناس يعني بره، بيقولوا لي انت بتشجعي مين؟ ده مفيش حد سامعك. الساعه 3 بالليل في فرق توقيت. بالظبط يعني. طيب بعد الخطوه دي، يعني بعد الدوري اكيد ليكي طموح بيكبر. ايه؟ نفسي اطلع بقى دوري في ايطاليا او في اوروبا عموما. ايطاليا احسن دوري المفروض للفوليبول. نفسي قوي اروح هناك. نفسك تروحي على ايطاليا؟ نفسي. ويعني انت حبيتي بقى الغربه بقى والاحتراف يعني الموضوع ما بقاش مخيف اهو، هطلع من هنا على هلف بقى الكره الارضيه. خلاص بقى يعني احنا. طب حسيتي ايه اللي اختلف في شخصيتك، يعني بعيدا عن المستوى الفني؟ بقيت معتمده على نفسي اكتر. بقيت عارفه اتصرف في مواقف كتيره قوي لوحدي. كنت الاول بعتمد على والدتي او ماي فاميلي عموما في حاجات معينه. دلوقتي لا، دلوقتي ممكن انزل واروح واجي وبعمل كل حاجه. ممكن تاخدي قرار لوحدي. طيب عادي. دلوقتي انت بتقولي لي الاوقات اللي بنزل فيها مصر بلعب مع النادي الاهلي. ايه اللي اختلف برضو من قبل ما تسافري لبعد ما سافرتي وخضتي التجربه دي وبترجعي مع الاهلي فنيا؟ قد ايه النادي الاهلي برضو استفاد من وجودك هناك فنيا؟ انا اخدت خبره كبيره قوي من هناك. اول لما نزلت لعبت مع النادي الاهلي تاني حسيت ان انا راكزه اكتر، يعني عندي خبره اكتر من هناك، بس حسيت ان انا مور ستيبل يعني معاهم هنا. بتتواصلي مع زمايلك هنا وانتي مسافره؟ اه على طول. طب بتشجعيهم؟ ما شجعتيش حد فيهم ان هو يخوض التجربه؟ في والله، في انا اصلا في واحده معايا يعني طلعت معايا السيزون اللي فات دوت من مصر، وهي مش معايا في النادي الاهلي، هي في نادي الصيد، وبشجع كذا حد من النادي الاهلي دلوقتي ان هو ياخد التجربه دي. الدوري شايفاه ازاي؟ في مصر ولا في امريكا؟ لا في مصر. خلينا نرجع لمصر بقى. انا شايفه ان الدوري في مصر محتاج، يعني محتاجين نركز اكتر ان احنا يعني يبقى في خطط تتحط بحيث ان الدوري المصري يعلى زي الدوريات اللي بره، لان هم بره مش ماشيين. ايه اللي بينقصنا يعني؟ بينقصنا نوع تمارين معينه، بينقصنا ملاعب معينه، بينقصنا ماشينز معينه نتمرن بيها، حاجات زي كده، حاجات امكانيات شويه، امكانيات شويه، لان انا شايفه او معظم الناس يعني شايفه ان احنا عندنا لعيبه كويسه قوي بس مش حاطين سبوت عليهم، او مش عارفين ازاي نمرنهم ان هم يوصلوا للموضوع لحاجه انترناشونال، يبقى بالظبط، يبقى الموضوع بروفيشنال اكتر. بالظبط بالظبط. دي مش يعني مش موجوده بنسبه كبيره في مصر. بس حسيتي بالاختلاف؟ هم هناك يعني مسكوني. انا فاكره اول لما رحت اتعمل لي تيستات حاجات في الفولي، وابتدينا نشتغل على البوينتس ويكنس من فيرست داي. يعني دي ما حصلتلكيش قبل كده؟ لا خالص. عليت في كل حاجه، كل حاجه، مفيش حاجه في الملعب انا ما عليتش فيها هناك. ففي مصر انت لو كويس كويس، دي حاجه كويسه، احنا هنمرنك ان انت تفضل كويس، بس ما حدش هيمسكك، ما فيهاش حته التخصص دي. لا يعني لا. التخصص ان انا اعمل زي ما انت بتقولي يعني تيست معين او مقاييس معينه واشوف هل ده بيعلى ولا لا ولا ثابت، عشان اقدر اشوف انا ماشي صح ولا لا، اقيم. بالظبط. وبعدين احنا كان كل اسبوع بيتعمل لنا تيستات از فريق كامل، كلكم في الفتنس وفي الجمبات، في كل الحاجات اللي ليها علاقه بالفولي عموما. فده كذا از فريق از بيرسونال بقى بيتعمل لك تقريبا كل اسبوعين او 3 اسابيع انت كنت فين وبقيت فين. طيب المنتخب، منتخب مصر شايفه ازاي؟ دلوقتي احنا في كذا حد بره في امريكا، شايفه ان احنا نقدر نعمل حاجه، يعني احنا المفروض عندنا اولمبياد باريس 2024. نفسي يعني ان الناس احنا بقى نتجمع من بدري، مش لازم نتجمع قبلها بشهر ولا شهرين، يعني نتجمع قبلها بقى بحبه، ويبتدي تركز ان احنا نعمل حاجه في بطوله افريقيا دي عشان نصعد اولمبياد، لان احنا نقدر كلنا كويسين. فاحنا لو تركز معانا شويه هنبقى حاجه كويسه قوي يعني. يعني انت شايفه ان فكره ان مثلا يبقى في معسكر قبل منها بشهرين مثلا، ده هو فعلا مش كافي خالص؟ تمثيل مشرف مش للاولمبياد. يعني لو عندك بطوله في افريقيا يعني ممكن نقول بنلحق نلم اي حاجه، بنحاول بالنسبه للمنافسه يعني. ما تيجي، اصل انت مش هينفع تقارني بين اولمبياد وافريقيا، يعني انا بقول لك ده اقرب حاجه يعني. اصل يعني حتى لما نيجي نتكلم دلوقتي على درجه اولى افريقيا، الناس دي بتتجمع من بدري قوي يعني، من بدري يعني، ممكن يقعدوا 5 أو 6 شهور بيتمرنوا. مش هتيجي تقارني حد 5 6 شهور بيتمرن، ظابط اكله، بينام بدري، بيتمرن تمرينتين في اليوم، قد ما حد جه قبلها بشهر ولا بشهر ونص اتجمع ودخل وخلاص. يعني انت مطلوب منك انك تروح تاخد بطوله؟ مستحيل. طيب انا عايزه اسالك في نقطه مهمه، يعني انت بعد ما تخلصي هناك مع الجامعه بتفكري ان انت حتى لو ما رحتيش لايطاليا تكملي هناك برضو؟ هكمل عموما از بروفيشنال، بس لسه مش عارفه بقى يعني، مش عارفه الخطوه هتبقى فين او هتعملي ايه او لسه ما اشتغلتيش عليها من دلوقتي؟ هو اوريدي في ناس كلموني من اوروبا، بس لسه ما فيش حاجه اكيده يعني. اللي هو احنا يعني شفناكي في الدوري، والمفروض ان الحاجات دي الهايلايتس وكل الكلام ده بيطلع على طول على الانترنت في ساعتها. والحمد لله يعني انا اخدت بيست بلاي ميكر بيست سيرفر هناك في الليج دوت، فهم كلموني ساعتها ان انت هتخلصي امتى مش عارفه ايه كل الكلام دوت، بس لسه مفيش حاجه اكيد يعني. حسيتي ان انت كان معاكي، مش عايزه اقول لك يعني، بس ساعات بتبقى الواحد محتاج توفيق، ممكن هو يكون كويس ولكن ممكن ما يبقاش عنده توفيق سريع، والحمد لله يعني نعمه ان انت كان عندك توفيق كبير في اول سيزون ليكي. حسيتي ان ده فرق معاكي بشكل كبير؟ فرق فرق. اخدت ثقه، اخدت ثقه يعني كويسه قوي، ومش عارفه بس يعني حسيت ان انا يعني بعد ما خدنا الدوري اللي هو انا عملت حاجه يعني الحمد لله. واي حاجه تقدري ان انت تعمليها يعني، اي خلاص بقى يعني اي خطوه جايه. عدينا مشوار صعب كبير، ودي كانت اول حاجه تحصل للجامعه، فاللي هو انت عملت حاجه ما حصلتش. حتى هم دلوقتي مثلا في الجامعه شايفيننا ان انتوا حاجه كبيره قوي يعني، واحنا رايحين البطوله بتاعه NCAA دي كانوا بيسقفوا لنا واحنا خارجين، فدي كان ده كان اصلا احساس لوحده اللي هو انت عملت حاجه مخليه الناس شايفاك ان انت حاجه كويسه. لكن انت مش بتفكري خالص دلوقتي ان انت ممكن ترجعي تاني في مصر حاليا؟ لا، شايفه ان يعني الاحتراف بالنسبه لك افضل كتير. طيب عايزه مثلا اسالك بالنسبه للفكره دي لو انتشرت، يعني احنا مش عندنا بنات كتير، يعني مش عايزه اقول مجتمع ذكوري عشان الكلمه دي بتتعبني نفسيا بس لوجيك هو مجتمع ذكوري، فالولد ممكن يسافر، الولد ممكن يغترب، الولد ممكن صح. يحترف صح. البنت بتبقى امورها صعبه شويه حتى لو هي البنات عندنا في مصر ب100 راجل، ولكن ساعات في الاهالي بيخافوا بنتي وهتروح هناك وتبقى لوحدها. ممكن البنت نفسها تبقى خايفه تقول لك انا هروح هناك وهتعامل ازاي وهبقى لوحدي شايفه ان الفكره دي لو انتشرت اكتر من كده ده هيصب في مصلحه الرياضه المصريه. مش بتكلم على الفولي يعني، بتكلم على اغلب الرياضات. طبعا طبعا. بصي هي هناك حياه تانية خالص يعني، هي بتبان طبعا على الشخصيه. انا بس عايزه الاهالي اللي بتسمعك تعرف ان انت خدت التجربه يعني، والامور حلوه وفي امان ومفيش مشاكل. امان جدا. انت هناك انا قاعده في سكن الجامعه، كل حاجه امان يعني، في سكيورتي على البيلدينج بتاعنا وكل حاجه، فما فيش كده ما فيش اي حاجه خطر يعني. وبعدين انا قاعده في شيكاغو ويتشز ان الناس كلها عماله تقول دي عصابات وكل حاجه، بس ما فيش اي حاجه هناك. جيتي قلت لهم هنا الكلام ده مش صح خالص؟ الكلام ده عادي يعني، ممكن يكون حاجه زي كده بس ما فيش اي حاجه يعني هناك خالص. المنطقه اللي انا قاعده فيها، انا قاعده في جول سيتي، ما فيش اي حاجه خطر يعني. وهي تجربه كويسه جدا، لان هم هناك ما فيش اي حاجه في دماغهم غير ان انا عايز اوصلك ان انت تبقي احسن، او ان انت تبقي انسانه مثلا احسن من الاول، سواء بقى كنت رياضيا سواء كنت انسانه عاديه ايا كان. هو هناك ما بيفكروش في اي حاجه غير ان انت تتحسني تنجح. بالظبط، تتحسن وتنجح. وبعدين كل الظروف هناك مؤهله كده، لان كل اللي حواليكي ما فيش حد، ما فيش دلع، ما فيش تهريج، ما فيش اي حاجه من الكلام ده، فانت غصب عنك هتلاقي نفسك انت اتحطيت فيه لازم هتمشي فيه. بالظبط. طيب انا عايزه اقول لك يا سهيلة، يعني عايزه اسالك، حد دلوقتي بيتفرج علينا وبيفكر ان هو يعمل زيك او عنده امكانيات ان هو تؤهله ان هو فعلا يقدر يروح، يبتدي منين ويعمل ايه؟ يبتدي ان هو يعمل هايلايتس لنفسه ويخليها معاه، ويبتدي يتواصل مع الناس هناك عن طريق الايميل. هم بيتواصلوا كلهم عن طريق الايميل وبس كده، هم بيردوا يعني، هم مهتمين قوي بالموضوع ده وبيردوا على الناس الانترناشونال بسرعه كمان. ف يعني بس يتواصلوا معاهم هم هيردوا يعني. اي حد هيتواصل لو هو فعلا امكانياته تؤهله هيلاقوا الناس بترد عليه. لو هم شافوا ان هو فعلا امكانياته كويسه هيتواصلوا، هيبقوا كويسين قوي معاه وهيساعدوه جامد يعني. هم ساعدوني جامد في السفاره هنا في مصر في امريكا، كلموا لي، كانت ساعتها مقفوله، فكلموا يعني حد الكابتن بتاعي كلم ناس من هناك وكلموا السفاره الامريكيه في مصر، اتفتحت لي ان انا اروح اعمل الانترفيو. يمكن كنت ساعتها انا بس اللي رحت عملت انترفيو ومشيت. طيب نفسك في ايه مع منتخب مصر؟ نفسي ناخد يعني نطلع أولمبياد، لأن احنا نقدر. كل سنة كل ما بتحصل أولمبياد في يعني أفريقيا ان نتأهل أولمبياد بنبقى حقيقي خطوة واحدة بس بعيدة. فنفسي بقى المرة دي تحصل، نفسي فعلا نأهلها صح، نروح نبقى عملنا كل اللي علينا. انت نازلة إجازة قد إيه؟ أنا مسافرة 15 واحد. 15 واحد. طيب يعني المواهب كتيرة وطلعتي بتعرفي تعملي سوتيه ما شاء الله، بتطبخي بتعملي حاجات حلوة جدا، ولكن هم قالوا لي في الكنترول إن أنت كمان صوتك حلو. انت اصلا طب ليه ما يعني مثلا ليه فكرتي ان انت تلعبي فولي بول لكن ما فكرتيش مثلا ان انت تغني؟ انا كنت بحب الفولي قوي وانا صغيره، يعني يمكن انا جات لي فرصه ان انا اطلع، يعني انا لو صوتي حلو اكيد هغني. حب الغنى انا قوي. كان عندي فرصه وانا صغيره ان انا اروح ذا فويس كيدز، كنت مضيت العقد وكل حاجه، وبعدين كان عندي بطوله افريقيا في نفس الوقت. فساعتها بابايا قال لي هتختاري انهي، لان هو خلاص هي لازم واحد، فقلت له هختار الفولي، ودي كان قرار غلط تماما مني، بس لا لا بهزر. لا هو قرار جميل وفي الحقيقه انا فخوره بيكي، ربنا يخليكي، لما يكون عندنا بنات مصر، بنات رجاله بيقدروا ان هم يعملوا حاجات وفي الحقيقه يثبتوا نفسهم في اي مكان وفي كل المجالات. يعني انا بقول في كل حته الست المصريه بتقدر وبتشتغل على نفسها وبتبقى متواجده وبتقول انا موجوده وفي الملعب او في المكان اللي هي فيه، مش بالكلام بس. سهيلة انا بشكرك، بتمنى لك التوفيق، وان شاء الله الفتره اللي جايه تكسري الدنيا، ربنا يخليك، وان شاء الله يتحقق حلمك مع منتخب مصر. شكرا قوي، شكرا قوي، انا مبسوطه ان انا كنت مع حضرتك. سهيلة وفيق، لاعبه جامعه إلينوي والنادي الاهلي للكره الطايره، كانت ضيفتي النهارده. مشاهدينا بشكركم على المتابعه، كده وصلنا لختام حلقتنا، اشوفكم في حلقه جديده باذن الله يوم الثلاث من ملاعب الابطال، الى اللقاء.